بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف السادس الثانوي. إن شاء الله النهاردة معنا يونت 7 أو الوحدة 7 من كتاب الزيتونة أو جاينتس، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا لفوكاب يونت 7، أهم الفوكاب لابد نكون حافظين الكلمات دي كويس جدا وفاهمين معناها، على أساسها نختار أو معانا سؤال تشويس. على الفوكاب كومباين يعني يجمع أو يضم، كومباين كونسيلر يعني عضو مجلس، كونسيلر اوفركم يعني يتغلب على أو يقهر، اوفركم إليجنت يعني أنيق أو جميل، بتسوي سمارت إليجنت، أتشيف يحقق أو ينجز، أتشيفمنت اللي هو تحقيق أو إنجاز، انثوسياستك أباوت يعني متحمس لي، بيجمع حرف الجر أباوت، فاليو يعني قيمة أو يقيم كفيرب، فاليبل يعني قيمة أو ذو قيمة، significant يعني هام أو ملحوظ أو ذو مغزى، significant، administrative يعني إداري، administrative، كوت يعني يستشهد أو يقتبس، إنديكيت يشير إلى أو يوضح، موتيفيت يعني يحفز، موتيفيت، إندبندنت يعني مستقل، إندبندنت، باور ليفتنج رفع الأثقال، باور ليفتنج، تشالنج يعني يتحدى كفعل أو الناون الاسم منها تحدي، إنسباير يعني يلهم أو يحث على، إنسباير جاي منها إنسبريشن اللي هو الإلهام أو الوحي، inspiring يعني ملهم، sign post يعني إشارة أو علامة أو لافتة، sign post، impress يعني يؤثر في أو يطرق انطباع، impression يعني انطباع، impression، impressive يعني مثير للإعجاب أو مبهر، sponsor يعني راعي أو يرعى ماليا، sponsor، role model يعني قدوة حسنة، facilities يعني تسهيلات أو معدات أو وسائل، facilities تسهيلات معدات وسائل، pause يعني توقف قصيرا أو يتوقف، memorize يعني يحفظ، memorize، multiplication عملية الضرب أو التكاثر، multiplication، feedback تغذية رجعة، competition منافسة أو مسابقة، determination عزيمة أو إصرار، determination، evaluate يعني يقيم أو يقدر، quality يعني جودة أو نوعية، visual aids يعني وسائل بصرية، وسائل بصرية visual aids، average يعني متوسط أو معدل، techniques يعني طرق أو أساليب، presentation عرض تقديمي، polio يعني شلل أطفال، preservance يعني عزيمة، ceremony يعني مراسم، diagram رسم بياني، opportunity فرصة، lecture محاضرة، extremely للغاية، committee يعني لجنة، aid مساعد أو يساعد كverb. عندنا challenging يعني مثير للتحدي أو صعب، paraphrase يشرح أو يفسر، paraphrase، summarize يعني يلخص، trust يعني يثق أو ثقة، IQ test اللي هو اختبار نسبة الذكاء، IQ test، تريت يعامل أو يعالج، تريتمنت يعني معاملة أو علاج، هايلايت يبرز أو يسلط الضوء على، هايلايت، ديسابلد يعني معاق، بارالمبيكس الألعاب الأولمبية لطبعا ذوي الهمم، بارالمبيكس، بيكنيك يعني نزهة أو يتنزه، ريتوريكال يعني بلاغي أو مجازي، ريتوريكال، have a learning disability لديه صعوبة في التعلم، have a learning disability، have Down's syndrome، have Down's syndrome يعني لديه متلازمة داون، achieve a position يعني يحقق منصب أو مكانة، sporting achievement الإنجازات الرياضية، sporting achievements، overcome challenges يتغلب على التحديات، make a choice يعني يختار، make a choice معناها يختار، signpost language يعني اللغة الدلالية، signpost language. عندنا give out prizes، give out معناها hand out يعني يوزع، prizes جوائز، on the other hand من ناحية أخرى بتظهر الجانب السلبي، be proud of بتساوي take pride in يعني يكون فخور، be successful بتساوي be a success يعني ناجح، break down يتعطل أو ينهار نفسيا، be likely to يعني من المحتمل
N. Compare with يقارن RSVP form استمارة الرد. Respond solvably طبعا هنا أو الإكسبريشن ده مأخوذ من اللغة الفرنسية يعني استمارة الرد. Be related to مرتبط ب in fact بتساوي in truth يعني في الواقع. Enthusiastic وبيجي معاها about يعني متحمس اللي بتساوي keen on. بالنسبة للcalculation do well يعني يؤدي بشكل جيد. Do powerlifting طبعا ألعاب العنف بيجي معاها do. Do responsible jobs طبعا do jobs يكون بوظائف هنا وظائف مسؤولة. Do research make a choice أو make a change يعني يختار. Overcome challenges يتغلب على التحديات. Overcome with competitions win competitions يفوز بالمسابقات. Win competitions win awards يفوز بجوائز. Publish a report يعني ينشر تقرير. Set goals يعني يحدد أهدافه. Set goals. Achieve success يحقق النجاح. Achieve a position يعني يحقق منصب أو مكانة. بالنسبة عندنا للسينونيم والأنتونيمز. Inspire يلهم أو يحث. Encourage يعني يشجع أو stimulate. عكسها discourage أو depress يعني يصاب بالاكتئاب. Challenge يعني مثير للتحدي أو صعب. Difficult أو daring عكسها easy أو a piece of cake. Overcome يتغلب على. Get rid of يتخلص من. Conquer يهزم. Defeat يهزم عكسها fail يرسب. Surrender يستسلم. Give up يعني يقنع. Significant هام أو بارز. Important valuable عكسها insignificant أو worthless. Elegant يعني unique pretty smart fashionable عكسها ugly old fashioned. Achieve يحقق أو ينجز. Accomplish يحقق acquire يكتسب carry out يعني ينفذ عكسها fail give up miss. Impressive مبهر. Powerful أو influential يعني مؤثر. Insignificant يعني غير هام. Ordinary عادي. Independent يعني مستقل. Liberated free self-reliant عكسها dependent يعني متواكل على. بالنسبة لي notice differences hard صعب أو بصعوبة. Hardly يكاد أو بيدل كلما يعني شيء قليل. Impressive مبهر. Impressed يعني مثير أو معجب. Champion يعني بطل رياضي. Hero يعني بطل شعبي أو قصص أو روايات. On my own يعني بمفردي. On my own بمفرده. عندنا هنا of my own يعني ايه يعني ملكي. of my own athletes اللي هم رياضيين او لاعب القوة. athletics اللي هي الرياضة نفسها العاب القوة ودي uncountable noun. to بتساوي as well يعني ايضا بتيجي في الجملة المثبتة. either معناه ايضا في الجملة المنفية. alone بمفرده. lonely يعني يشعر بالعزلة. impression انطباع. depression يعني ركود او احباط او اكتئاب. late متأخر. lately في الآونة الأخيرة. extreme شديد أو متطرف دي adjective. extremely adverb معناه جدا أو للغاية. male يعني ذكر. female يعني أنثى. في عندنا expressions كنا ناخد بالنا. give up يعني يستسلم أو يقلع عن. give out يعني يوزع. give away يتبرع أو يمنح أو يفشي. give in يعني يسلم. He gave this essay in to his teacher يعني سلمه للمعلم. give away قلنا معناه ايه يتبرع. the mayor اللي هو العمدة. give away the prizes at the party يعني وزع الجوائز في الحفل. could you give out طبعا هنا يوزع ايه يوزع these books يوزع الكتب يسوي hand out. give up يستسلم او يقنع. don't give up يعني لا تستسلم. you are improving انت بتتحسن. بالنسبة عندنا للحروف الجر. be interested in مهتم بي. be keen on متحمس بيجي معاها on. be found of بيجي معاها of مغرم بي. enthusiastic بيجي معاها about حمس لي. بالنسبة depend on يعتمد على. dependent اللي هو شخص يعتمد على غيره أو متواكل. independent شخص مستقل معتمد على نفسه. independence اللي هو الاستقلال. كوبا gained independence يعني دولة كوبا حصلت على استقلالها from Spain من أسبانيا in 1810
98. طبعا في كلمات كده بناخد بالنا اللي هي الكلمات الدالة على الترتيب، وطبعا بيجمع تو بلس انفينيتيف، the first, the second, the only, the last, he is the first, he is the only, he is the last, تو بلس انفينيتيف. تعالوا مع بعض نتعرف على جزء الأسئلة. Number one, the two organizations المنظمتين is based to form one company، انضموا أو اتحدوا كونوا شركة واحدة. طبعا هنا combined، combined يعني يتحد أو ينضم. She space injury to win an Olympic gold medal. طبعا هنا she overcome injury، اتغلبت على الإعاقة أو الإصابة وفازت بالميدالية الذهبية، يبقى overcome أو she overcame يعني تغلبت على. The tasks المهام weren't space enough for me and I got bored. طبعا ليست صعبة للتحدي وأنا حسيت بالملل، يبقى challenging. A good teacher المعلم الجيد is always enthusiastic، قلنا بيجي مع حرف الجر ايه about يعني متحمس لي. A good leader inspires people with a sense of purpose، طبعا هنا inspires، القائد الجيد بيلهم الناس بشعور بالبربز الغرض. The way he handled the situation، الموقف اللي علق بيه أو الطريقة اللي علق بيها الموقف was most best، we liked it so much، حبيناه تبقى was most impressive يعني كانت مبهرة. We need some more space from the people who uses our products، طبعا بيستخدموا المنتجات بتاعتنا، محتاجين منهم ايه؟ We need some feedback يعني تغذية أخرى. She felt the book was her greatest، طبعا هي شعرت ان البوك ده her greatest ايه؟ كان أعظم achievement يعني إنجاز. I couldn't understand the poem، أنا لم أفهم القصيدة، so I asked my teacher to paraphrase يعني يفسرها لي. Going away to collect has made me much more، طبعا ذهابي للجامعة للكلية جعلني أكثر استقلالية. Has made me much more independent يعني مستقل. We went on a space campaign to raise money for a charity. We went on a space to، طبعا هنا voluntary يعني عمل تطوعي، يعني انضمينا العمل أو استمرنا في عمل تطوعي كده نجمع مال للجمعية الخيرية. It takes a lot of space to overcome a campaign. It takes a lot of perseverance يعني مصابرة عشان نتغلب على إيه؟ To become عشان أصبح campaign يعني champion يعني بطل at any sport، يبقى بيحتاج المصابرة. She looked very elegant، يبدو إن هي جميلة أو أنيقة جدا. In her new dress، the synonym of elegant، elegant يعني جميل أو أنيق، بتسويها pretty. You have achieved the success you deserve، أنت حققت النجاح اللي أنت deserve تستحقه. The synonym of achieve، مرادف achieve يحقق، معناها إيه؟ معناها accomplish يعني يكمل أو ينجز. My father is always a great space for me، والدي ايه؟ A great inspiration يعني مصدر إلهام ليا. Great inspiration. She is always trying to space people with her new clothes. She is always trying to impress people. Impress يعني كده تبهر الناس بملابسها الجميلة. The hotel has improved for the disabled. There are new lifts and wheelchairs ramps. The hotel has improved facilities يعني تسهيلات أو وسائل للمعاقين، وطبعا هنا منها الكرسي المتحرك والمصاعد أو طبعا هنا مزلق أو انزلاق للكراسي المتحركة، فطبعا هنا إيه facilities يعني تسهيلات أو ترقية. Fish is a significant part of their diet، السمك ده شيء أو جزء ضروري أو هام بالنسبة للنظام الغذائي. The antonym of significant، طبعا significant هام، عكسها worthless يعني بلا أهمية. عندنا هنا the rarity of this stamp increases its space a lot، طبعا هنا the rarity of this stamp، طبعا stamp يعني طابع البريد، increases its space a lot، زاد من ايه a lot، يبقى هنا طبعا valuable قيمته، its value قيمة نفسها its value.
two drivers اتنين من السائقين needed hospital needed احتاجوا المستشفى following the accident. طبعا هنا two drivers needed يعني محتاجين اتنين من السائقين hospital طبعا hospital treatment يعني علاج المستشفى following the accident بعد الحادث. When I lived abroad لما كنت بعيش بالخارج I learned to do many things on my own يعني بمفردي تعلمت أقوم بالأشياء بمفردي. You should space your parents يجب أن أنت take pride in اسمها take pride in يعني نفتخر بي take pride be proud of صح و take pride in اللي هي letter C A و P. You should طبعا هي you should be proud of لكن لو عندنا take pride in تبقى صح بس pride هنا b for book يعني b خفيفة اللي أنا عايزة pride p r i d e فطبعا هنا نختار letter A فقط. There will be a painting space for children of different ages group. There will be a competition هيكون مسابقة للأطفال of different في different age يعني أعمار مختلفة. We need positive space for young children to aspire to. We need positive role models يعني قدوة أو مثل أعلى إيجابي. Some people with Downs طبعا هنا Downs symptoms ولا syndrome طبعا اسمها متلازمة داون اسمها syndrome لكن symptoms دي يعني أعراض. The magazine المجلة space an easy competition open to anyone to complete. The magazine طبعا هنا sponsors اللي هم الراعي للمجلة يبقى هنا sponsors اللي هم الراعين. She speed the movie to go and answer the door. She طبعا هنا طفت أو أوقفت الفيلم وذهبت لتفتح الباب طبعا هنا post يعني يوقف. Space of cells leads to rapid growth of cancers. طبعا هنا multiplication اللي هو التقاصر أو التضاعف multiplication. The drug space no effect in curing the illnesses. The drug طبعا هنا العقار have طبعا هنا يبقى had no effect اسمه have effect يبقى had no effect. For photographers للمصورين architectures اللي هم المهندسين معماري can be one of the most space subjects طبعا one of the most inspiring يعني مواد ملهمة. Our survey speaks that one is four children is bullied at schools. Our survey indicates يعني يوضح أو يدل على. If you have a problem you should consult the local طبعا لو عندك مشكلة you should consult the local counselor اللي هو عدو المجلس. When writing an essay واحنا بنكتب الاسي I love space from great people's speech. I love quoting يعني اقتبس من حديث او خطاب الناس العظيمة. He was injured while attempting to carry 530 pounds in a space competition. طبعا هنا powerlifting competition. Powerlifting يعني رياضة حمل الأثقال. You should space people with more respect. طبعا يجب أن أنت تتصرف مع الناس أو تعملهم كده باحترام. You should behave or you should treat. طبعا هنا you should treat people. يتعامل مع الناس باحترام. You should treat people. When I was at school لما بكون في المدرسة we were required to space a poem every week. We were يجب ان احنا poem يعني القصيدة. We were required to memorize ان احنا نحفظ قصيدة كل ايه طبعا هنا كل اسبوع. The early chapters of the book space what is going to happen طبعا هنا بيدل على signpost يشير او يدل على اللي احنا هناخده. She speaks the essay's main arguments in the final paragraph. طبعا في الباراجراف الأخير يبقى summarizes يعني لخصت. Bad planning يعني خطط سيئة. A space with bad luck lead to the company's collapse. طبعا هنا bad planning combined يعني اتطورت أو اتحدت أو اتجمعت.
with bad luck مع الحظ السيء led to أدت إلى the company's collapse يعني انهيار الشركة. The new space capital is one of the most important projects at the present time. طبعا the administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات الهامة. The novel was a great success. A success يبقى نجاح عظيم. Guests can dine and relax in comfortable space surrounding. طبعا هنا in comfortable elegant surrounding. Elegant يعني أنيق أو جميل. The film's special effects are particularly special, so we can't help forgetting it. The film's special يعني مميز. The film special effects تأثيراته الخاصة مميزة particularly impressive يعني مبهرة. So we can't help لا نتوقف عن forgetting it إن إحنا نتذكره. I'd like to take this space to thank my colleagues for their support. I'd like to take this opportunity تلك الفرصة أستخدمها عشان أشكر زملائي. You don't have to answer certain questions. مش مضطر ان انت تجيب على اسئلة معينة. In an interview, they are just a rhetorical يعني اسئلة بلاغية. Space is a disease يعني مرض that affects the central nervous بيأثر على الجهاز nervous system الجهاز العصبي المركزي and can cause temporary or permanent paralysis وبيأثر على العمود الفقري طبعا هنا هو polio اللي هو الشلل الأطفال أو الشلل. Public speakers often use space language to highlight important information. طبعا هنا public speakers are often use sign posting. طبعا هنا بيستخدموا sign posting اللي هو الدلالة أو التعبيرات الدلالية أو اللغة الدلالية لإلقاء الضوء على المعلومات الهامة اسمها sign posting. We took the precautions of locking our space the hotel safe. طبعا هنا we took the precautions اللي هو الاحتياطات أو الإجراءات الاحترازية of locking our valuable يعني الأشياء القيمة valuables اللي هي الممتلكات. طبعا هنا valuable ولا valuables طبعا valuables مقصود بها الممتلكات. Can I space you to behave sensibly while I am out? Can I trust you? ممكن أثق فيك إن أنت behave تتصرف بطريقة عقلانية لما أكون بالخارج. The educational process العملية التعليمية can be much easier تكون أسهل with the help of visual aids اللي هي طبعا الوسائل البصرية. The space on the board says it's 10 kilometers to the city طبعا اللي مرسوم على on the road the space on the road طبعا sign post يعني الإشارة أو العلامة أو اللافتة بتساوي sign. You can either quote ممكن أن أنت تقتبس or space literary text in your own words طبعا هنا paraphrase يعني تفسر paraphrase يعني يفسر أو يوضع. The space of the service we received was very good طبعا الخدمات اللي احنا تلقناها was very good كانت جيد. طبعا هنا the quality يعني جودة الخدمات. The winners اللي هم الفائزون were presented with their prizes at a special ceremony يعني احتفالية خاصة. Their performance أدائهم was good كان جيد. If not spectacular is a synonym طبعا spectacular is a synonym to يعني حاجة مبهرة يبقى هنا بتسوي impressive يبقى spectacular يعني means impressive. I have just applied for a space job in a local firm أنا التحقت بوظيفة في الشركة المحلية. It's about managing the work there إن أنا أتحكم في العمل هناك طبعا هنا administrative يعني عمل إداري. He was elected هو انتخب to be a space in the city hall طبعا هنا counselor يعني عضو مجلس في اللي هو المدينة. Students can learn to be independent by space their own choices طبعا هنا by making عارفين ان choice بيجي معايا make a choice.
they make a change. Students of very different abilities represent a space for teachers. طبعا هنا represent a challenge to teachers يعني بيمثلوا تحدي للمعلم. He speaks of poverty and prejudice to become a great athlete. طبعا هنا he overcome يعني تغلب على الفقر والتحيز وأصبح من العظماء. The Egyptian soldier remains as an space example of love and self-sacrifice. The Egyptian soldier, الجندي المصري أصبح أو يبقى remains an inspiring example يعني مصدر إلهام أو مثال للإلهام للنجاء للحب and self-sacrifice والتضحية بالذات. Reducing car usage تقليل استخدام السيارة will result in يؤدي إلى space improvements in air quality طبعا هنا in significant improvement significant يعني هام أو بارز. You need great space to succeed in business طبعا محتاج عشان تنجح في البزنس determination يعني تصميم أو عزيمة. He leaves a dramatic space before announcing the name of the winner طبعا هنا he left dramatic يعني طبعا dramatic يعني درامي طبعا هنا يعني وقفة كده درامية كده عشان يعلن عن الفائز يبقى هنا pause يعني وقفة. The children are very space about طبعا about يبقى enthusiastic about اللي بيجي معاه about mean enthusiastic لكن keen on fond of interested in. I was the first in my family to go طبعا in first أو second أو last to والمصدر. Students were giving space leaflets to everyone on this year طبعا هنا give out يعني بيوزعهم منشورات على كل شخص في الشارع. It helps if you space yourself clear goals if you set يعني يحدد أهداف لنفسه اسمها set goals. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالفوكاب وانتظرونا مع جزء الجرامر والسلام عليكم ورحمة الله.